وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل. أهلا ومرحبا بك. بداية، المبعوث الأممي الجديد جير بيدرسون يبدأ مهماته الأممية في سوريا، إلى أي مدى ترون أن هذه المهام سهلة في ظل تعقيد الملف السوري؟ هي صعبة ليس لأن الملف السوري معقدا، ولكن لأن أصحاب القرار يريدونها أن تكون صعبة، لا يريدون أن يحقق الشعب السوري ما يريد. روسيا وأمريكا لا يريدون أن تصبح سوريا دولة حرة وديمقراطية كما يريد الشعب السوري. هناك صراع ما بين إرادة الشعب السوري وما بين إرادة دولية مجمعة على ضرورة أن العرب لا يجوز أن يكون فيهم ولا نظام ديمقراطي واحد، لا في سوريا ولا في العراق ولا في مصر ولا في السعودية ولا في أي مكان آخر. هنا جوهر المشكلة، أن روسيا وأمريكا وطبعا إسرائيل وإيران، هؤلاء الأربعة لا يريدون لنا أن نصبح أحرارا، ونحن نريد أن نصبح أحرارا. وإذا لم نمنح الحرية الكاملة أو نصف الحرية فالصراع مستمر إلى ما لا نهاية. طيب أستاذ، يعني أحمد بيدرسون أعرب عن أمله في أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، برأيكم في ظل هذه التعقيدات والنقاط الجوهرية المختلفة عليها، هل يمكن لبيدرسون أن يحقق ما فشل فيه ديمستورا؟ أولا، إذا كان يظن بأن اللجنة الدستورية هي الحل فمعناها الرجل يبدأ بالفشل. تعديل الدستور السوري أو إقامة دستور سوري جديد، هذه مسألة هامشية للغاية لا قيمة لها، لأن الدستور السوري الحالي جيد جدا جيد جدا، ولكنه لا يطبق. هنا المشكلة مثل مشكلة كل الدول العربية، هناك دساتير من أروع ما يكون. الدستور السوري جميل جدا، والقوانين السورية أغلبها قوانين فرنسية من أرقى ما يكون، ولكنها لا تنفذ. المشكلة بوجود حاكم وطبقة حاكمة وحكم الأقلية، يلاقينا طريقة للقضاء على حكم الأقلية وأن يحكم الشعب السوري نفسه. لا يجوز أقلية نسبتها 7 إلى 8% من الشعب تتحكم بكل مصائر البلد. هنا المشكلة، وليس المشكلة في الدستور. تغيير الدستور لن يقدم ولن يؤخر، والرجل إذا ابتدى بحكاية الدستور معناها يبتدئ خطأ. كونكم مختصين في الشأن السوري، برأيكم هل يملك بيدرسون أي خطط بديلة لجمع الفرقاء السوريين، وهل لديه الضمانات الكافية من الدول الفاعلة التي تمكنه من القيام بمهمته حسب رأيكم؟ لا أظن ذلك. المشكلة ليست في شخص المبعوث الدولي، المشكلة في القرار الدولي، والقرار الدولي حتى الآن لا يوجد قرار في إيجاد حل القضية السورية بمواجهة المشكلة السورية. هناك قرار دولي بتجاهل القضية السورية وتجاهل مضمون القضية السورية، والبحث عن تزويق شوي دستور شوي لاجئين شوي إعادة أعمار. لماذا؟ وهذا كله خارج المشكلة، لأن روسيا وأمريكا ووكلائه المحليين إسرائيل وإيران لا يريدون بسوريا ولا لدولة عربية أن تكون حرة وديمقراطية. هذا هو القرار الدولي، وهو عكس قرارنا وقرارنا نحن شعوب هذه المنطقة العربية، شعوب الوطن العربي هو الذي سوف ينتصر في النهاية، لأن هذه أرضنا وهذا قرارنا، ونحن قررنا أن نصبح أحرارا مهما كلف الأمر. وهؤلاء المبعوثين الدوليين والقرارات الدولية تتحايل على حقنا بأن نعيش أحرارا ككل البشر. حسب المعطيات التي أشرتم إليها في إجابتكم الأخيرة، برأيكم بيدرسون هل سيكتب له الفشل نتيجة الجمود القرار السياسي الدولي؟ نعم، سيفشل طالما لم يتم. أستاذ أحمد، هل أنت معي؟ شكرا جزيلا. كان معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي السوري الأستاذ أحمد كامل، وقطع الاتصال، نعتذر منه ومنكم مشاهدينا.